وسهلا. عم بيقول لي ستاند باي وانا بايدي هالكتاب يا حبيب قلبي، وفي قصيده هون مثل طلع البدر علينا، ما فيني اقول لكم شو مهضومه، بس ما بتنقرا الا على موقع حزب الحمير والكتاب بايديكم كلكم. حلوين ياخذ الحشاشين يلي سكرانين، كيف بيركبوا هيك كلمات؟ كيف بيركبوا هيك ضحكه؟ ما بعرف ما بعرف. هالكتاب وصل على مستشفى مهم بامريكا وجربوا انه اعترضوا، قالوا لي انه حطيتي بس قريوه من جوا في هيك وهيك نقمه ونعمه، يعني في ضحكه وفي كذا. قالوا لي في كثير ناس شفي وراحوا من المستشفى، شو هالكتاب؟ حاطه فيه كل الاشكال. ربي ذكر بالقران الكريم الحيوانات الحشره كل شيء، احترم ان ترى الالوهيه في كل شيء. ولكن من كم يوم ما بعرف ليش اجت على فكري كلمه، الله العسر يسرى، العسر يسرى، لان انا بحب كلمه يسرى، يعني هيك لي صديقه وقلبي هي وبي واهلها وحفيده بتجني انا عبدك سويني، كان يقول قومه نفطر، هو رئيس بلديه الحاره ومسيحي، يعني بنته اسمها يسرى وفدوى وهيك اسماء، مع العسر يسرى يسرى. ما بعرف منين اجي، بيجيني ايميل من محمد كيلاني بيقول لي مع العسر يسرى مرتين مذكوره بالقران، وانا ما سالته له طيب ليش عم تجي على فكري؟ بيجيني ايميل سورة الانشراح وأثرها العجيب على الإنسان من علم الطاقة وحقيقة علمية وبرهانية ومجربة. سورة الانشراح، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإنا مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هل تشعر بضيق؟ هل أنت مهموم؟ هل متعسر أمورك؟ جرب معي، كن في حالة هدوء، ركز على قلبك، تنفس تنفسا صحيحا 5 مرات شهيق من الأنف وزفير من الفم وبشكل هادئ وخفيف. ضع يدك اليمنى على قلبك واقرأ سورة الانشراح 3. أعد تمرين التنفس، صلي على سيدنا محمد 3، وامسح بها سائر جسدك. لهذه السورة تأثير عجيب على دبدبات طاقة الإنسان خصوصاً القلب، وللصلاة على سيدنا محمد تحصين لسائر الجسد من الطاقات السلبية، ودمج هاتين الأعجوبتين سورة الانشراح والصلاة على سيدنا محمد تعمل على تحويل منظومة جسدك إلى طاقة إيجابية تنعكس على عقلك وروحك وجسدك، فينشرح صدرك وتيسر أمورك. صرتوا تعرفوا أنه بقراهم بالأرمني، بس أنتوا أحلى مني كلكم وأفهم. ليش أجي؟ بدأ التليفون، ما فيني خبركم. عاملين واسألي وساعدينا، أكيد ما عندي إلا محمد كيلاني واللي بعرفه، وفي علماء كتير معهم هني، أكيد ما في عرب. اليوم هل صورة وهل آية بتغسل النوايا؟ هيدا علم نادر ياخذ، بتغسل النوايا وبتعمل ديماركيشن لاين، بتفوت بالمربعات يلي بجسمنا بالعقل. شوفوا الجوزة 1 2 3 4، القلب 1 2 3 4، 1 2 3 4، دراس العقل. هلأ صاروا أولادنا كلهم نيري ضيقة ومنحط بريسز، لا 1 2 3 واليوتانيسيا. هالعلم حطوا الإمام علي، قال له أنا ب4 كلمات بشيلك من بني الحجاز، مضغ 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 مضغ. هالمضغ هو 32 مع 32 ذكر وأنثى.
8-8-64 بتفوت إلى أعلى المجرات الكونية، بتكون أنت كائن ما مكون، حي ما حي. هالعلم ما أجا، أنا مريدة ولكن ساعة الله بيريد. بضل كتاب خير جليس ووحدة تقريبا عايشة، ولكن هلا هالعلم بأمريكا نمبر وان. هالعلماء ما في ولا عالم عربي، بيجوا من كل العالم، ولكن حكيوا بصوته شخصيا مع محمد كيلان. يلي حطت هالعلم جربوا يقتلوها، يلي طلبته منا واحدة قالت له أنا عم بحكي بس ملايين عم تحكي من خلالي، يعني حق عمين ولا؟ قال له علي لقطوا كلنا اللي عم نقتل، بس هي لقطوا حطوا بالحبس. جاسموهين هلأ ما بتتنفس، عمرها 16 سنة، وإجا لعند المسيح وعلمها بتاخد النفس يلي بالهوى اسمه برانا. وهلأ عم يحكوا ما حدا منكم يروح ولا أي مطرح بعلمك يوغا، بتعمل تمارين، بتركض، ماراثون، تنفس هيك يوغا، أنا هيك وأنا هيك. بنوع خاص اللي عم يجوا على الأمة العربية، وأكتريتهم اللي عم يجوا على لبنان. للأسف ميتشو قال أنت الوحيدة يلي بأمة العرب بيقدروا يسمعوا منك شو شفتي معي. وميتشو وقت اللي شافني، كنا بأمستردام، كنا حوالي كذا مليون، غربل غربل غربل، وانا ضعت بين الناس، ويا الله ما فيني الا وين بدي امشي. طلعت وقلت له انا من لبنان، قالوا لي الى حنه جمعيه المقربيتيكون، غربل غربل صرنا 20,000 كمان اللي انت بتجي بتعيشي معي. قالت لي مرته هو بنقي بس بكره انا كمان بغربل. هيك رحت عشت مع ميتشو بوشي، ما احترمت انه هالانسان اختار هالمره، وغيرهم وغيرهم كمان. مريم لك شو عم بيحكوا عنك؟ لا بدي صدق الناس، شو قالت بنتي، شو قال خيي، شو قال عيلته. وهلا بطلت أربانية، يعني صرتي مسلمة. فاذا نحترم العلم، علم اليوم هو علم التوحيد، علم الاسرار اللي موجوده فينا. الم نشرح لك صدرك؟ مش نشرح، مع العسر في يسر، إن مع العسر. انتبهوا، علمني من ألمني، أعطاني هالضربة، نعم في من وراها خير، لتكن مشيئتك. بس أنا علي إنه انتبه. مثلا في كتير ناس هلا عم بيزحطوا لأنه كل الحراس البنايات بس بيجوا يناموا، بس بيشطفوا الدرج والصابون كله على الطريق. تمرق وحده مع طفل او هيك او مع كراجه بيسحطوا. طلعوا قدامكم مطرح في مية صابون وهيك وهيك. انتبهوا الصرمية يكون فيها كاوتشوك من تحت. ما تلبس كعب عيلي وتطرطي. ولو كنت حامل ولد. بالعكس هالطفل عم بفتش على نبضات قلبك مش على نبضات الصرمية. مشان هيك بتلاقيه بضل يركض. بفتش وين هذا القلب اللي كان وقت كنت انا جوا بمطرح هيك. صورناكم بالارحام، صله الارحام من رحم الله الى رحم الارض الى رحم الام الى رحم الاخره. رحمتك وسعت كل شيء، ما الى وجه وفا. دغري قال لي ميتشو هيدا العلم، شوفي كيف فيك نتعاون ونتساعد. ما في الا كيلاني، ولازم كلنا. أنا مرة بالسنة بكتب القرآن الكريم عربي عربي عربي، العدد Arabic number، one hand clapping، عربي عربي. مودته تدوم، مودته تدوم، ربك فكبر، ربك فكبر، أنا أنا، نحن نحن، ميم ميم، واو واو، نون نون. كتب هي كتب صوفية، أهل الصفا، أهل الحكمة، على منابر من نور في لحظات القيامة. هلأ هالعلم عند هالعلماء عم بيشوفوا كيف فينا نلطف بهالكرة الأرضية ما تروح 16-17 بعد 3-4 سنين.
حتى نحضر حالنا. كل واحد منا لوين رايح؟ كل واحد بيقدر يكون بأمة محمد أو 72 مللي بالنور. انت لك الخيار. الله رب قلوب منه رب جيوب، يعني بيشوفني ما بيشوف غلطاتي، أو ما شايفه مثل الأم ما بتشوفه ولدها بتلاقيه أجمل طفل. مين بتحبي أكثر شيء من أولادك؟ قالت له الغايب تا يحضر والمريض تا يشفى والصغير تا يكبر. ما بتدعي لها، بتدعي ستنا هاجر زم 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 بدها نطفي مي لابنها. سيدنا إبراهيم فرجيني على اللي ما بيموت، كتاب الله المقروء والمنظور، جاب ابنه هاي الضحية. هلأ وين؟ كم ألف خروف بنذبح؟ وينو المؤذن؟ ما بقى فيه، ما بقى فيه أذان بلال، راح مكانات مع مكانات، إيلي مع إيلي. المهم إنه روح. هلأ روحي احضري هذا الشيخ ألف حجة عنده لوجود الله. قلت له لو ما عنده ألف شك ما جاب ألف حجة. اتصلت بكل المحطات العربية بيحكوا انجليزي، ما بدي شيء منكم بس بدي احكي بالانجليزي. بنقول لهم للاجانب كلهم نحن عرب بس مش ارهابيين. ما حدا جاوب ابدا. رحت شفت وزير الاعلام ما بعرف اذا رح يتجاوب. ما بدي شيء، قلت له ابدا. بيجي ماشي صدقه بعملها. محطاتنا كلها هيك ولو انتو بنعخاص بالسعودية. كم إشارة شفتوا من هالمرة؟ فرضتي حالك علينا، أي فريضة عملته؟ بفهم إنك فقير بندرتي، بندورة بندورة يعني، ولو أنا بمون عليك وبمون عمرتك كل شيء، ما حدا مثلك كرم معنوياً ومادياً. كلكم شفتوا إشارة، الإشارة بإشارة. أحمد زكي اليماني كم قصر عندك؟ وين هالقصور؟ شو عم تعملوا فيهم؟ كم قصر في بالمغرب؟ وين قصورة أمة العرب يلي موجودة هون؟ شو عم تعملوا فيها؟ هلأ ما بدي قصر، أنا عندي مؤسسة كبيرة وقصر أعطيتها صدقة وفوق أمال. ما بقى عندي أمل بحدا أبدا. هلأ عم فتش على إنسان حامل فانوسي وماشي. بدي إنسان لأني عشت مع بركة الله، مع ميتشو، مع هيك ناس هني مستنيرين بيعملوا حضرة. موجود محمد، علي، زردشت، رابعة، تشوف وبتسمع. كلنا عنا وحي، بس إذا كنت مع الحي الوحي حي. الأطفال كلها بتعرف كيف بيكون وبيكبر جوا بهالرحم وكيف بيطلع بيشوف نور بيطلع. هلأ لا بده ينتعوا الدكتور لما بده يلعب جولف وبيضربوا بيجيب لها حليب للأم، حليبك مش منيح. ميرسي دكتور. دكتور هيدا. ما فيني خبركم يعني إنه هالجدل البيزنطي اللي بتشوفوه برجال الدين. المسيح حمل صوت هيدا، علي حمل صوت بس المسيح صوت. يا أبونا حاش من 2000 سنة لليوم ما إجا ولا بابا أسود. المسيح جلدي بيضة. خلص هيدا الجيل ما بقى يصدق الكذبة، ما بتضاين بتموت بلحظتها لو ضلت ألوف السنين. كلنا خلقنا عائلة ملكية، كلنا من روح الله. حطوا الكتاب خير جليس، ما حدا فيه يمنعه بقى. خلص لحو المقروء والمنظور. عطشك بياخدك على النهر، جوعك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. ولا مرة بأكل لأني جوعانة، يا لأني فرحانة، يا لأني ضجرانة، يا لأني هيكل مدري شو بعمل بحش. بس بالجماعة من بعد الساعة 6 ما في أكل، كله بينحط برا. نحن بحاجة إلى جماعة بأمة العرب. إذا ما في أمل بلبنان بسوريا، مش بسوريا، بالعمان بالأردن أو ببلاد الشام واليمن. إذا اشتدت عليكم المحن، إذا بتروحوا على حضرة موت ما فيكم ما تصرخوا. في واحد يهودي يمني راح على أمريكا، طلع على CNN ما عرفوا إيش بده يحكي. قالوا له مش مبسوط أنت بأمريكا وأمريكاني وهيك؟ قال له لا بأمريكا أنا أمريكاني بس باليمن أنا يهودي. قالوا له كيف؟
قال لهم كلنا جيران من عيد بعضنا، من شارك بعضنا بالأعياد. أنا هونيك يهودي، أنا إبراهيمي حنفي، القرآن كتابي وكلهم بيحترموا كل الديانات وكل الطرق. ما عادوا طلعوه، لازم تقول بس اليهود يلي زايونست. لا، بلبنان كل اليهود احترمناهم ومحترمهم وموجودين وأهلا وسهلا، كل الطرق وكل الديانات. أنا بس يحكي حسن نصر الله، ما بقعد بسمع، بدي أركض تجيب ورقة وقلم لأنه بيحكي أرمنة، بعرف شو بدي أقول. هوديك أبداً ما بفهم علي ولا كلمة. كل السياسيين وكل الكتب العربية كلها ترجمة قواميس، أنا بكون مرتاحة وقاعدة بفرشتي قلم وورقة وبلزق ستيكر، وهيك بحب أحط صور. شي نهار بدي أعمل رسم وخلاص الكتاب بكون ترجمته تقريباً 99% كل كلمة بقرأ بسكر الكتاب بحوي قلبي، بحط كل يلي تبعثوا لي. نعم، عرض طالب أمام زملائه لوحة بيضاء كبيرة غطت الحائط ورسم بالقلم في وسطها نقطة سوداء صغيرة، وسأل الطالب كل زملائه ماذا ترون، فأجابوا جميعا نقطة سوداء. تعجب منه وقال كل هالبياض والنقاء ما شفتوا، ما رأيتم إلا البقعة السوداء الصغيرة، أجمل لحظة في الوجود أن تحضن الأرض وقت السجود وتشكي همك للواحد المعبود. يا حبيبات قلبي اللي بتقلون وبتبعتوا لي إياهم كلنا منحطهم بالكتب، وبعرف أي متى هيك رح حطهم كأنكم أنتم بتقولوا لي، بكون عم بكتب هيك. وبدي إنهي تنقول هالفقرة هالزاوية، بحط كلماتكم هالحلوة اللي بتبعتوها. فإذا وقت اللي منعيش بحضرة بالبيت أنا 24 ساعة ما بعرف شو النهار، لو ما عدنان بيقول لي بكرة لأنه مرة بدي أجي لهم مدري وين رحت، تلفنت يا عدنان أنا مدري وين، إيه ببعت لك السيارة. شتي يا دنيا بتروح، مشان هيك أوقات بسأل برجع بقعد قبل ما أطلع من البيت، اليوم إحنا شو التنين التلاتة أربعة السبت، بتأكد هون إيه هيك، بفوت بحالي بفوت بغيبوبة، بدق التليفون بنقاس نادرا ما يدق التليفون يعني لأنه بيعرفوا ما رح رد. سؤالت معي سكري شو باكل إلا كلي درا وبسكي، ما بقى بدي اهتم بأي جسد، بدي أنا، أنت الساجد أنت الوجود أنت العابد والمعبود. العالم كله اليوم عم بيحط هالعلم، نرجع للفطرة، والإسلام هو الفطرة، فوق الإسلام هو الإيمان. قالوا له ليش؟ قالوا له ما بكذب. يا عدرا يا عدرا، قالوا له ما تقول يا عدرا، قلت له بدي أقول يا حجرة، قالوا لا بتروح على جهنم، بروح على جهنم وفي حجرة وما بدي إياك شوفك بالجنة بهالعقلات. الجنة إجيت لأهل الجنة، أن ترى الله في كل شيء، لحي فيك لحي جوا. هلا التاكسي اللي جابني مدري شو قال هيك، قال لي انا ارمني ويعني في الله وهيك وهيك، كمان قلت له، قال لي معك حق هاي كلام مزبوط، هاي احلى مره انا بسمع هيك كلام بتقولي ايه هيدا. مثل ما مره ارتين طلع عند حكيم قال له حكيم انا بدي بخصي مشيني، يا ارتين بعدك شبه هيك، ابدا ارتين تيس. هو نازل ارتين شايف ابو جريس، حكي انت شو بتجي بعمل ابو جريس عند هيدا حكيم، قال له جاي اتطهر. قال أمان أنا هاي كلمة كانت بدها تقول، وأنا قلت له الله والجنة هونيك مش هونيك أرتين، معك حق، لا حق على مجازر تركيا ولا مجازر اللي عم بتصير هلأ ولا لا حق علينا، كل واحد يقول هيك في أربعة هون، أنا السبب وأنا السائل وأنا المسؤول وأنا السجن وأنا المسجون. الكتاب خير جليس ما حدا فيه يمنعه ابدا بقى، كل واحد منكم عنده انترنت وانترلايت. الحياه كالبيانو، هناك اصابع بيضاء وهي السعاده وهناك اصابع سوداء وهي الحزن،
ولكن تأكد أنك ستعزف بالاثنين لكي تعطي الحياة لحنا. مشان هيك وقت بيحطوا على الكعبة على الحجر منغطيه بحجر أسود اسمه لومينوس داركنس. يا حبيب قلبي حتى تشوف النور بالعتمة. إذا ما في عتمة 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 ما في بدر 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 بدر. مش سوت لي قلبي في السوق عبيد؟ نعم. كيس العبد، راس العبد. كان القذافي بده ياخد أفريقيا لأن هي نصف الكرة الأرضية، هي الجزور. بيقوم ريغن بيقتلوا بنته، كلها مؤامرات هاي. وقت اللي بيوحد هون تتوحد يمين ويسار، لا تتطرف بالحكمة ولا تتطرف بالعلم، لا بالصعود ولا بالانكماش انفلاش، بالوسطية. هذا سر الصليب، ناصيتي بيديك. وقت قال له أمرني يا رسول الله، قال له كيف؟ قال له اجعلني أميرا على البصرة. قال له البصرة تزول، أجعلك أميرا على بصيرتك التي لا تزول. لا العراق بتموت ولا هالكرة الأرضية، بتروح كتراب، بس أنت على أي برزخ رايح؟ بس كل واحد منا فيه يعرف. كيف أنا بعرف جاي على الاستوديو ورح شوف هالعائلة وكلنا؟ فيك تعرف على أي برزخ. ملو ميرور جيزنج، مرآة المؤمن. نعم، هيدي حكمة مهمة. البياض لا يعني الجمال، والسواد لا يعني القباحة. فالكفن أبيض ومخيف، والكعبة سوداء وجميلة، والإنسان بأخلاقه ليس بمظهره. لو كانت الرجولة بالصوت العالي لكان الكلب سيد الرجال، ولو كانت الأنوثة بالتعري لكانت القردة أكثر الكائنات أنوثة. يا حبيب قلبي حلو كثير إنك تشوف أنا نحن مثل بعضه. تقرأ هيك أن ترى الألوهية في كل شيء، ولكن إذا ابتلينا بالمعاصي فاستتروا. في معاصي، في غلط، في خطأ، كل شيء استروها، ما نفضح. إذا بقى نحط فضيحة بقى نحطها نصيحة ونحط العلم. مرة في واحد بدي اهتم فيه بأمستردام، قال لي ما حدا فيش في غيرك أنت هيك هيك، وأعطاني وراء طبخي طيب. يحبوا طبخنا نحن، كل أمة العرب بنوع خاص، أهل الشام وحلب بنوع خاص، هيك فيها من الأتراك، من الأرمن، منهم منهم. طبعا ما رح حط حار وعطيني شو بدي. صار منيح وصار يمشي وكله، بس طب يفن تحته وكبير هيك، يعني منه كبير، شاب بالعشرينات. وشلت الحفاض وقلت له بغسل لك كيبك وهيك، ويستحي هو لأنه إنه أنا عم بغسل له كيب، وآكل أنا وياه وصار يمشي وهيك. بعدين قال لي ميتشو سألتي وين ساكن؟ قلت له نحن بلبنان ما حدا بيسأل تاني وين ساكن. إنه أعطاني أسئلة بس، قال لي اسألي. قلت له أنت وين ساكن قبل ما تجي لهون؟ قال لي بالشخطورة. أوكي. قلت له هلا بس نطلع من هون رح تسكن ببيت. قال له نعلم بنقدم بيت سكن بالتراب نمشي وبالبيت وشفي. مرة بالسعودية بتعرفوا العائلة المالكي بدهم يروحوا كلهم الأخوة والخيات وهيك وهيك بالسفينة. قلت لهم بس تمشي ما فيني أطبخ. احترم جمدوا واطبخوا وكلوا أنتوا هادية. هي من تحتك المي وسريع. نحن وجعلنا من الماء كل شيء حي. من تحت المي العلم ما بيقدر يحكي عنهم، أبعد من حدود العلم. ولكن الماء كل شيء حي. إجت مملكة النبات، مملكة الحيوان، والإنسان أفضل المخلوقات. حط هالسر فينا. قال له بتحطوا بهالإنسان بيسفك الدم وبيعمل أعلموا ما لا تعلمون. فإذا هالسر بهالإنسان، سر الأسرار. لا إله إلا الله، محمد رسول الله بلا إله إلا الله. بهالزوايا الأربعة اللي فينا هون التربيع. مرة بالسعودية هو عديله للملك فيصل، قال لي في عندكم راهب أنطوني عنده هالسر. جيت قلت لهم في راهب أنطوني؟ قالوا لي ايه. قالوا لي عنده السر الأربعة، هو بيقدر يحكي ببعدها.
فإذا هلا بتشوفوها كيف واحد بيقدر يشفي هو بأمريكا والمريض بالصين. غريغ برادر هلا بالنوايا، هلا ما بدنا ولا سلاح ولا شيء ابدا، بالنوايا بس بدنا نكون كتار، يعني اذا على المليون اثنين ثلاثه شفت كيف هالقد تبقى قويه. من هون بدنا نقوي نوايينا قد ما فينا، بنكون مريد بس بدنا مرشد، هو المرشد يلي بيعرف وهو بيشوف المريد وين وصل. جورج جورجيف كان يقتلهم للناس، يعرف انه هلا لازم يموت، بقول له رح يرجع يرجع لورا، خلص رح تجي شي حرميه شي هيك. كعب البحر. العاصفة تستطيع أن تدمر سفينة، لكنها لا تستطيع أن تحل عقدة خيط. هكذا الغضب يدمر ولكنه لا يقدم حلولاً. نعم، احنا شوفوا كل برامجنا، كل التلفزيونات كلها بتشوفوا بيجيبوا المشكلة وكلهم بصيروا يصبوا على المشكلة، حافلين حافلين عمل هيك ولا شو، ما بدنا نصلح الجيش 3 مليار تنصلح الجيش، ما في حل إلا هم. هل العرب سألوا على الحل؟ لا، يوم الحل مات.